السلام عليكم شباب، محاضرتنا اليوم عن الفازو كونستركتر ايجنتس. حتى نكمل المحاضرة السابقة اللي كنا نحكي هو على الكونستيتوانت اوف كاربود او كارتريج، اللي المواد اللي موجودة بالكاربود. حكينا على اللوكال انستيتيك والمواد اللي كنا نستخدمها. هسه جاي نحكي على الفازو كونستركترز اللي موجودة ايضا ويا الكاربود. طبعا الفازو كونستركتر هو دراجز أو كيميكال ايجنت نستخدمه ويا الكربون، والفانكشن مالته هو يسوي فازو كونستراكشنز للبلد فيزلز وين انجكتد انتو ذا تيشو. شنو الادفانتج ليش نستخدم هذا الفازو كونستراكتر ويا اللوكال انستيتيك؟ تو ديكريز ذا بلد فلو، حتى يقلل لنا البلد فلو ات ذا سايت اوف انجكشنز. Absorption of local anesthetic بالcardiovascular system يقل absorption، يعني من يزيد الabsorption بالcardiovascular system راح يقل local anesthetic actions، duration مالتها تصير أقل. The higher volume of local anesthetic remain in around the near longer period، يعني من نستخدم anesthesia or local anesthetic with vasoconstriction the durations of this anesthesia راح تزيد، يعني الوقت مع الانستيزيا راح يزيد عندنا. ليش؟ لأن هو يسوي بازو كونستركشن للبلد فيزلز، فيقلل الابزوربشنز اوف كارديوفاسكولار سيستم للوكال انستيك، فيزيد الاكشن مالته، يعني الوقت مال اللوكال انستيك وذ بازو كونستركتر انكريز. الفائده الرابعه منه هو ديكريز بليدنج، من راح يسوي لنا بازو كونستركشن للبلد فيزلز راح يقلل لنا البليدنج. وذلك يعني اكو فد كيسات انه يجي بوست اكستراكشن بليدنج، يعني قال عيل المريض وصار عنده بليدنج، فهاي شايفين الشائع عندنا يخلون قطنه وبها ادرينالين، وهذا الادرينالين هو فازو كونستركتر، فيخلونها هاي البيس اوف قطن يخلونها بالسوكت حتى تقلل البليدنج. فالفازو كونستركتر هو يسوي فازو كونستركشنز للبلد فيزل وبالتالي يقل البليدنج. اكو كلاسيفيكيشن للفازو كونستركتر according to the actions يعني of these drugs. اكو عندنا direct acting drugs، يعني direct acting on the receptors اللي هي الادرينرجيك receptors مثل الابينفرين والنورابينفرين، واكو indirect acting by act releasing or norepinephrine from adrenergic nerve terminals مثل التيرامين والامفيتامين. وعندنا الثيرد وان اللي هو الميكست اللي هو يشتغل دايركت اند اندايركت. نجي على انواع الفازو كونستركتر وشنو الانواع الشائعه اللي نستخدمها احنا. اهم نوع هو اللي دائما احنا نسمعه بشغلنا اللي هو الابينفرين او الادرينالين، هذا موست افكتيف اند كومنلي يوزد، اكثر فازو كونستركتر يستخدم ويا لوكال انستيزيا هو الادرينالين. السورس مالته يعني مين مصدر سيكريتد فروم ادرينال ميدولا، كلنا احنا نعرف انه السوبرارينال جلاندز هي تفرز الادرينالين. واكو سينثيتك اوبتين فروم انيمالز، الاكشنز مالته هذا الادرينالين هو اكت دايركتلي اون بوث الفا اند بيتا ادرينرجيك ريسبتورز، يعني على اثنين يشتغل. السيستميك اكشن عندنا local action واكو systemic action. systemic action شي يسوينا الادرينالين increase من systolic و diastolic blood pressures، increase heart rate، increase stroke volume، يزيد cardiac output، وبعدين بالتالي يزيد level of O2 بالبادي. على respiratory system شي يسوي الادرينالين يسوينا dilatation للsmooth muscles اللي هي موجودة بالبرونكاي، smooth muscle اللي موجودة بالبرونكاي، فلذلك يستخدموا الادرينالين. The drug of choice for status asthmaticus، نجون دول عندهم أزمة تنفسية ينطوهم أدرينالين. على central nervous system ما بي effect بالusual dose central nervous system، بس بالexcessive doses يسوي stimulations للcentral nervous system. هنشوف الavailability شلون نستخدمه ويا local anesthesia. نستخدمه طبعا diluted inside the local anesthetic بنسبة 1 إلى 50 ألف أو 1 إلى 80 ألف، أكثر شيء إحنا نستخدم 1 إلى 100 ألف مثل ما نشوف مكتوب الليبل على الكاربول الأدرينالين نسبة مالته 1 إلى 100 ألف.
الماكسيموم دوز يمتى من نشتغل بإذا لارج دوزز يصير عندنا undesirable result and if we injected intravenously. من نسوي injection intravenously طبعا هو هذا cardiac stimulant الأدرينالين فيروح إلى effect directly on the heart. يصير palpitation increase, systolic diastolic blood pressure increase, cardiac output فيسوي لنا undesirable result. فمن نستخدمه we should avoid injected intravenously. The normal healthy adults had a maximum dose, recommended dose, 0.2 milligram per appointment. يعني ما نقدر نعطي أكثر من هذه النسبة. The patient اللي عندهم cardiovascular system problems or disease, هنا نتجنب استخدام الأدرينالين, بس إذا استخدمنا maximum dose, 0.04 per milligram per appointment. النوع الثاني اللي هو norepinephrine, اللي هو يسمى noradrenaline هم. The source either system synthetic or obtained from adrenal medulla من الانيمالز. المود اوف اكشن شوف يختلف هنا النوربينفرين يشتغل بس على الفا ريسبتورز. هنا قلنا الادرينالين يشتغل على الفا وبيتا ريسبتورز. السيستميك اكشنز على البودي ايضا تختلف, مو نفس الادرينالين على الكارديوفاسكولار سيستم بس يسوي لنا انكريز السيستوليك بلاد بريشرز. ذاك كان الادرينالين يسوي لنا زيادة بالسيستوليك والدايستوليك بلاد بريشرز. أيضا يزيد لنا الستروك فوليوم, يقلل لنا الهارت ريت, ديكريز هارت ريت وديكريز كاردياك أوتبوت. على الريسبيراتوري سيستم ما له أي إفكت على السموث ماسلز عكس الأدرينالين اللي هو إفكت أون سموث ماسل أو برونكيول. السنترال نيرفوس سيستم ذير إز نو إفكت أون إت. الأفيلابيلتي إن دنتستري الديليوشن مالته من 1 الى 300,000. الماكسيمم ريكومندد دوزز فور نورمال هيلث ادلتس 0.34 بير ملي جرام بير ابوينتمنت. اللينو نوردفين هذا ايضا بازو كونستركتر اللي هو النوعيه الثالثه اللي هو هذا سينثيتك سبستانس اكت اون الفا ريسبتورز. اذا الالفا وبيتا هيدرينرجيك ريسبتورز اللي يشتغل عليه البازو كونستركتر. هذا الإفكت on central nervous system والكارديك cardiovascular system قليلة, less cardiac and central nervous system stimulation than epinephrine, mainly used with mibivicaine اللي هو هذا local anesthetic with dilution مالته 1 إلى 20,000. الماكسيموم دوز for all patients should be 1 milligram per appointment. النوع الرابع اللي فازو كونستركتر اللي هو الفيلبريتين, هذا مهم الفيلبريتين السينثيتيك فازو كونستركتر سينثيز فروم انتي دايرتيك هرمونز. المود اوف اكشنز دايركت ستيمولنت اوف سموث ماسلز الهارت, نو افكت اون ذا هارت, لذلك يستخدمونه دائما بالكارديوفاسكولار ديزيز, يستخدمونه ويا الزيلوكاين. Blood vessel high doses causes constructions of cutaneous blood vessels. يعني ما إلى أي effect على other blood vessels بس the cutaneous. The central nervous system there is no effect. المشكلة هنا إني هو بأوكسيتوسين action. يعني يشتغل مثل أوكسيتوسين hormones. فيسوي لنا stimulation or contractions of smooth muscle of uterus. لذلك ما نستخدمه بالpregnancy. خلي بالنا إن الفلبريسين contraindicated in patient. In pregnant patients. Selection of vasoconstrictor. هون احنا نقدر نختار الفازوكونستركتر اللي ملائم للشغل مالتنا. طبعا اللي يعتمد على الشغل مالتنا on several factors. مثلا the length of surgical or dental procedures. The durations of dental procedure. مثل الوقت مع الاكستراكشنز يختلف عن surgical extractions of lower wisdom tooth, أو يختلف عن الوقت مال removal of cystic lesion from maxilla or mandible. فال durations of surgery تختلف, فنختار انه vasoconstrictor ملائم للوقت مال العملية مالتنا. Need for hemostasis during surgery. مثلا احنا عندنا نتوقع العملية اللي نشتغل بها راح يصير عندنا فد excessive bleeding, فنختار vasoconstrictor قوي بحيث يسوينا vasoconstrictions ويقللنا البليدينج. Need for post-operative pain controls.
هنا شنو يعني فائدة إنه هل هو الفازو كونستركتر يسوي لنا بين كنترول؟ لا، الفازو كونستركتر ما يسوي لنا بين كنترول، بس يزيد لنا الديوريشن مال اللوكال أنستيزيا، وكل ما تزيد الديوريشن مال اللوكال أنستيزيا راح يقل البين، يعني يبقى البيشنت أنستيزد. الفاكتورز الآخر اللي هو الميديكال كونديشنز اوف ذا بيشنتس اور بيشنت تيك medications، يعني لازم احنا نخلي بالنا انه المرضى with cardiovascular disease او اللي ياخذون drugs which interfere with vasoconstrictors فما يجب ان نعطيهم هذا الفازوكونستركترز. contraindications يمتى ما نقدر نستخدم الفازوكونستركتر agents باللوكال انستيزيا، اكو groups of patient with cardiovascular disease such as ischemic heart disease, hypertension, السنتر سيربرال ستروك اللي هو سي في اي ما نقدر نستخدم لهم الزيلوكاين وذ ادرينالين اور وذ بازو كونستركتر. البيشنت وذ ان كنترول نان كارديوفاسكولار ديزيز مثل ثايرويدك سيكوسيس، والبيشنت اللي ريسيفينج دراجز اللي هو المونوامايد اوكسيديز انهبيتر والتراي سايكليك انتي ديبريسنتس لان هاي يصير بيه انترفير وذ اكشنز اوف ذيز دراجز. هذا الفازو كونستركتر خلصناه اللي هو موجود بالكربول. بعد شنو المواد اللي موجوده بالكربول عندنا اللي هي الريديوسينج ايجنتس؟ هذا الريديوسينج ايجنت عندنا الفازو كونستركتر هو انستابل ماتيريالز، ومن تتعرض الى الشمس يعني تفقد الخاصيه مالتها ويتحول مال اللون مالتها يصير بها ديسكولوريشن. فنستخدم الصوديوم بايسولفيت اللي هو ريديوسينج ايجنت فاوند ان ذا كارتريج تو بريفنت ذا كونديشنز of if it is exposed to the sunlight، يعني ما يخلي يحافظ على الفازوكونستركترز اللي موجود بالكربون يسمونه reducing agents اللي هو الصوديوم بايسولفيت. preservative agents كل الدراجز اللي موجودة يستخدمونها preservative agent حتى يحافظ على shelf life of the drugs. فنفس الشيء اللوكال انستيك ايجنتس موجود ويا الماتيريال مالته، اكو ماتيريال اسمه بريزرفاتيف ايجنت اللي هي مثل الميثايل بارابين والثايمول. فنجسايدال اللي هو الانتي فنجل ماتيريالز اللي موجود اللي هو الثايمول ادد تو سيف اس فنجسايدال. صوديوم كلورايد بعد موجود همه، أو رينجر سوليوشنز هم يضيفون اللوكال أنستيك حتى يسوي المحلول إيزوتونيك حتى ما يأذين السوفت تيشو وين إتز إنجكتد. ديستل ووتر اللي هو الماء المقطر يوز أز أديلونت يسوي ديلوشن للأريا تو بروفايد فوليوم أوف سوليوشن إن ذا دنتال كارتريج.